ممكن قبل اي حاجه بس بمناسبه عيد الحب حبيت من 50 سنه و60 سنه. انت كنت بتحب من 50 سنه؟ يا كنت متجوز اربعه. مين اكتر واحده حبيتها؟ اول واحده ام العيال. نفترض ان ام العيال بقت موجوده دلوقتي تجيب لها ايه في عيد الحب؟ لو هي موجودة حاليا يعني اجيب لها وردة، اجيب لها حاجة تحس ان هي ده قيمة عندي. حب شعور واحساس. ده انا بيحس. بحس ايه اللي حوالين مني. بحس الحب اللي قدام مني. طيب في اغنية بتسمعها بتفكرك بام الولاد حبيبتك؟ يوحشني يرد عليا. ازيك سلامات؟ انا احبك قد عينيا. والعمر بحبك فات. الحب بالنسبة لحضرتك ايه؟ عطاء. هو الحب يعني ايه غير العطاء؟ غير انه كلمه حلوه، ان يكون شعور متبادل بين اتنين ايا كانوا الاتنين دول. بقى مين اكتر واحده حبيتها؟ ام الولاد. معاملتها كانت معامله ام بصحيح يعني، ومعامله زوجه بصحيح. هاتي الواحده كيلو ذهب وقولي لها كلمه حلوه، الكلمه الحلوه هتاثر فيها اكتر من كيلو ذهب. ما اعرفش بس هيكون يوم سعيد عليا جدا يعني انا يومي ناقص يعني، انا يعني سعيد النهارده عيد الحب بس ناقص بالنسبه لي.